يحن يحن يا قطر الندى. دايما بنسمع قبل اي فرح اغنيه الحنة يحن يا قطر الندى للفنانه الجميله شادية. ولكن هل سالت نفسك مره مين هي قطر الندى وايه حكايه علاقتها بالحنة؟ تاريخ مصر بيحمل قصص واسرار كتير قوي صنعتها قصور الحكم والحاكمين، ودايما بتكون القصص دي جدليه وفيها اقاويل كتير. ومن ضمن القصص دي حكايه زواج قطر الندى بنت خمروي ابن أحمد بن طولون حاكم مصر في الفترة من 250 ل 282 هجرياً، اللي حبت قائد جيوش مصر وقتها أبو عبد الله بن سعد واتخطبت ليه بالفعل. ولكن بسبب الصراعات المعتادة في قصر الخلافة العباسي في بغداد وبين قصر حكم الطولونيين في مصر، بعد ما اتخطبت لحبيبها اتبعتت كهدية وقربان للخليفة العباسي اللي أكبر من والدها بكتير، وده كان مقابل استقرار والدها في الحكم. بس الموضوع ما كانش بالبساطة دي. لكن تفتكر إيه اللي حصل عشان يوصل بيها الحال لكده؟ وخطبها عمل إيه؟ الحكاية بدأت لما الخليفة جاله أخبار من رجالته في مصر بأن خمروي حكم كله ظالم وفساد وعصيان، وخصوصا في مسألة إرسال خراج مصر المتفق عليه. وبعد الأخبار دي قرر المعتضد بالله ابن الخليفة إرسال جيشه لمصر عشان يضم ملكها بالقوة. وعلى الضفة التانية كان خمروي عد جنوده وعلى رأسها خطيب بنته قطر الندى، وبالفعل قدر على هزيمة المعتضد ووقع جيشه بالكامل في أسر خمروي، ولكنه أمر بمعاملة الخليفة بما يليق بمكانته ووعده بمضاعفة خراج مصر، وده طبعا عشان يضمن حكمه على مصر. وفعلا الخطة مشيت تمام. أقر الخليفة العباسي المعتضد بالله حكم خمروي بن أحمد بن طولون على ولاية البلاد الممتدة بين العراق شرقا وبرقة في ليبيا غربا لمدة 30 سنة له ولأولاده من بعده. وعشان حاكم مصر يعترف بفضل الخليفة عليه، عرض زواج بنته قطر الندى اللي كان عندها 12 سنة وقتها من ابن الخليفة العباسي. ولكن المفاجأة اللي ما كانتش في حسبان الأب إن الخليفة قال إن الزواج هيتم بس ليه هو شخصياً بدل ابنه. وطبعاً ده كان مفتاح باب الود والثقة بين خمروي وخليفة مصر. وبدأ يجهز بنته بأموال كثيرة جداً، لدرجة إن الجهاز بتاع قطر الندى كان ضعف المهر اللي دفعه الخليفة. ووصل بالحال إن بيت المال في مصر أعلن إفلاسه. طب هو جهزها بإيه يعني عشان يبقى بكل المصاريف دي؟ جهاز قطر الندى تضمن دكة من 4 قطع من الذهب عليها قبة من الذهب، مشبوك في كل عين من تشابكها قرط معلق فيه حبة من الجواهر القيمة اللي صعب تحديد قيمتها الفعلية، بالإضافة لدكة من الذهب عشان تحط عليها رجليها كل ما تدخل الحجرة، ومئة هاون من الذهب وألف مبخرة من الذهب، ومئات الصناديق المحتوية على الملابس والأقراط والسلاسل الذهبية وفصوص الأحجار الكريمة. وخمروي ما اكتفاش بكده، ده أمر جنوده ببناء قصر ليها على رأس كل مرحلة من مراحل المسافة بين مصر وبغداد، تقيم فيه ساعات للراحة، وأمد القصور دي بكل اللي هتحتاجه قطر الندى في رحلة السفر لزواجها. وانتشر على طول طريق الموكب حراس من جند خمروي معاهم السيوف، وكانت الموسيقى شغالة طول الوقت بألحان شجية، وجمهور الشعب على جانبي الطريق بيهتف هتافات مدوية بحياة عروس مصر قطر الندى. وهناك في بغداد أول ما وصلت قطر الندى لقت الشوارع كلها فرحة وسرور بقدومها، وكانت السفن مالية نهر دجلة عليها الوصيفات والجواري، وهم ماسكين الشموع لاستقبال العروسة الجديدة. والخليفة العباسي كان فرحان جدا بقطر الندى وحبها حب جديد لجمالها وأدبها، مع أن غرض والدها طبعا كانت مصالح شخصية وسياسية. عاشت الأميرة قطر الندى مع زوجها، وبعد 5 سنين ماتت واندفنت داخل قصر الرصافة ببغداد وكان عندها 22 سنة.